أداري الحاجات في بقى لا لا أحسب أن الوضع آمن يا فين الآن نحن على اعتاد المعاشيق وأننا ما سنسيطر على ما تبقى من بقايا الشرعية إن شاء الله بعد قليل وسوف نستلم المعسكر كاملا. نبشر أخواننا الجنوبيين أن اليوم قد احتلينا أبواب المعاشيق ولحظات سوف نستلم معسكر المعاشيق بإذن الله. إنها ثورة ثورة حتى حزب الإخواني بنقول لهم على السلامة حسونا، نحن جنب المعاشيق الحين ولا لهم أي باب، خلاص بنسيطر على أرضنا، بنحكم أرضنا بنفسنا. حزب الإخوان باي باي حسونا بالجنوب، خلاص حتى النصر. اليوم نحن أبناء عدن أبناء الجنوب، اليوم سوف نقتحم المعاشيق بإذن الله، وأعطيناهم فرصة 4 سنين وما في شيء فائدة، واليوم إن شاء الله بيظهر الحق لأهله وبترجع القلوب لأهلها بإذن الله. المجلس الانتقالي الجنوبي لك أمان الله. الله أكبر. استلام مقر الحكومة في المعاشيق، الحمد لله دخلنا بسلمية وبدون قطرة دم، تعاون من أخواننا اللي كانوا موجودين هنا، كلهم أبناء الوطن واحد وكلنا جنوبيين، دمنا ودمهم. هذه ليلة عيد وعفى الله عما سلف وكلنا أخوة، والجنوب للجميع لا نقص أي إنسان. عيدها